السلام عليكم ورحمة الله. سوف نقوم الآن بزيادة نسبة المحلول في الماء. هذا الحوض سعته تقريبا 50 لتر. الآن نسبة الأملاح فيه كما تشاهدون الآن تقريبا 670. سوف نقوم الآن بزيادة نسبة الأملاح نضع الآن 250 ملي من محلول A ثم نحركه قليلا بعد ذلك نضيف محلول B. الآن نضيف محلول B ثم نحرك جيدا قبل أن يشتغل النظام ثم نقيس نسبة المحلول بعد الزيادة. إذا لم تكن النسبة المرجوة لابد من زيادة المحلول مرة أخرى. كما تشاهدون الآن أصبحت الآن 1160 تقريبا. تلاحظون الآن 116 ولكن في إشارة الضرب، هذا القياس يعني ضرب 10 كما تشاهدون الآن 1160، وهذا يعتبر جيد لنظام الورقيات. الآن نقيس درجة البي اتش. درجة البي اتش الآن تقريبا 7.5. نقوم بإضافة محلول الهوميك أسيد لإنزال درجة البي اتش للدرجة المطلوبة. بعد ذلك نقوم بتحريك الماء المحلول في الماء ونقيس الدرجة مرة أخرى. تشاهدون الآن وصلت إلى 86، ننتظر عليها حتى تستقر. الآن درجة المحلول وصلت إلى 6 تقريبا كما تشاهدون الآن، وهذا هو المطلوب. بعد ذلك لابد الآن ننتظر. فعلا تم التأكد أنها بعد تأكد من أن درجة المحلول ثبتت على 6، هذا هو المطلوب تقريبا، وهي نسبة جيدة لجميع أنواع النباتات. وبكذا انتهينا من إضافة المحلول والتأكد من درجة البي اتش. مهم جدا للزراعة المائية يكون متواجد لديك جهازي قياس الأملاح وجهاز قياس البي اتش للتأكد من الدرجات المعينة الصحيحة والمناسبة للزراعة حتى لا تفقد نباتات لديك. للزراعة المائية نحتاج المحاليل معروفة. أنا الآن أستخدم محلول يارا وهو مكون من البي والأي كما تشاهدون الآن. الأي الألوان تختلف، أحيانا يكون الأي أخضر، أحيانا يكون لون الماء الحرف الأي ليس ثابت بهذا اللون، لكن بالنسبة للبي تقريبا يكون ثابت حيث تضاف معه شيلات الحديد فتعطي هذا اللون. أيضا لابد يكون متوافر لديك محلول الهيموك أسيد لإخفاض درجة البي اتش لديك. هذا كل ما لدينا في هذا الفيديو. ادعمونا بالقناة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.